قناه هيوات خوله مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم واحد الكيك اللي كنديروا في ايطاليا بالجبن ديال الريكوتا وبالبعويد والشوكولات. هذا الكيك تيجي جديد ورائع، كنتمنى تجربوه، سهل التحضير. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا جوج البعويدات من حجم متوسط، 300 غرام جبن ريكوتا، 100 غرام سكر سنيده، 300 غرام ديال دقيق الفرص، 16 غرام ديال الخميره الكيماويه، 200 غرام ديال الزبده، 4 البيضات، 150 غرام الشوكولات الاسود. دوزو طريقه التحضير. ومن بعد ما فرقت بيد البيض على الصفر كما كتشوفوا، دابا غادي نزيد السكر سنيده على داك الصفر كدا ونطلعو. غادي نزيدو عليه الزبدة من بعد ما ذوبناها، كما كتشوفو طريقة سهلة جدا، طريقة سهلة. غادي نزيدو الجبن ديال الريكوتا، كما كتشوفو حين هنا غنطلعو. دابا غادي نزيدو داك البيض البيض، نزيدو على هاد الصفر نضيفو الدقيق، خميرة، ودابا جبنا المول اللي فيه 26.5 سنتيم اللي درت ليه الزبده ورشيتو بالدقيق، والوسط درت فيه ورقه الزبده. دابا غندير نص الخليط، نصف الخليط غادي نديرو. هنا غادي نديرو الشوكولات اللي قطعناه طراف هكا،
درنا الشكلاط كله من الشكلاط كله هنا مني قطعناه قطاس صغيرة. دابا نستفو بعويد اللي قطعناه شرائح. نزيدو النصف الاخر ديال الخليط. نحاول نوزعوه على كل طرف الطاقة. نديروها في الفرن اللي يكون سخون على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. تشوفوا تجي بهذا الشكل. هذا كتجي لذيذة ورائعة. نتمنى تعجبكم، جربوها كتجي رائعة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.